هو إلا تجميع لكل آليات وأجهزة الدولة الموجودة حالياً لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني على مستوى الخمس محاور. يعني الدليل مثلاً نتاع التحسيس والإعلام، كيفية إعلام المرأة بوجود آليات لكيفية دعمها على المستوى الوطني وكيفية ترويج المنتوجات نتاعها. كذلك بالنسبة للتكوين، يعني تعريف المرأة بأنه كاين تكوينات متخصصة على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين لمدة قصيرة، مثلاً 3 شهور، من أجل الحصول على شهادة تأهلها بالحصول على قرض مصغر أو على القيام بمشروع مكيف. أيضاً بالنسبة للدعم، آليات دعم الدولة، فيه عرفنا بآليات دعم الدولة سواء على مستوى قطاع التضامن فيما يخص جهاز الأسر المنتجة، أو على مستوى قطاع المؤسسات المصغرة فيما يخص لاناد أو فيما يخص لونجام. كل الآليات الموجودة على مستوى قطاع السياحة والصناعة التقليدية، على مستوى قطاع الفلاحة بالنسبة للمرأة الريفية. إذن قمنا بجمع كل هذه الآليات في إطار دليل موحد من أجل إيصاله إلى هذا المرأة والاطلاع على هذه الآليات والتعريف بها.